بسم الله الرحمن الرحيم. صباح ومساء الخير على الجميع. تمرين اليوم بسيط جدا، ما أخذ معه بشير بالذات. ليش أنا قلت بشير بالذات؟ لأنه لينو أخذ معه 3 أيام قبل كذا، لكن بشير فاجأني ب5 دقائق فقط. طيب ليش القاب هذا بين 3 أيام و5 دقائق؟ ما أعرف، يمكن لينو كان مسكوم أو أنه خشمه ما قدرت أصيده، لأنه مفتاح الخدعة هذه أنك تنفخ في أنف الطائر. في البداية تعطي الإشارة للطائر بإصبعك بالصورة اللي تشوفها هذه، وتعطيه نفخة مستمرة مع بداية الإشارة، يعني نفسك يكون مستمر ما هو منقطع، إلى أن يهز الببغاء دماغه، بعدها تعطيه كليكر ومكافة. طبعا الكون يورلينو أنا هذا اللي تعبني معاه، إنه انقطع نفسي وما هز رأسه فما أدري إيش كانت المشكلة، لكن مع بشير كان جدا تجاوبه سريع أو تفاعله مع الهواء سريع، يمكن عشان الأخشام تختلف، ما أعرف، الله أعلم. بعد التكرار وتلاحظ انه بدأ يهز رأسه مع كل نفخة، بعدها تبدأ بالإشارة وتأخر موضوع النفخ، تخلي النفخة متقطع ما هي زي أول ممتدة، يعني تعطيه الإشارة، تعطيه مجال يفكر، بعدين تنفخ، بعدين تعطيه مجال يفكر، بعدين تنفخ. سراسة أول ما يفكر يهز رأسه بالغلط، خلاص أسحب النفخة بالكامل، ولا تنفخ أنت، خلاص كذا mission accomplished. من سهولة الخدعة في مجال أعلق في المقطع. لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير والنشر، وأي ملاحظات ونقد بناء أو غير بناء أرحب به على صفحتي في اليوتيوب. أخوكم الصغير أبو عمر. السلام عليكم.